الاقتصادي، والامر متعلق بلبنان والجزائر. اليوم منصة الطاقة اللي او امس الوزير اللبناني وليد فياض اكتب مقال بمنصة الطاقة عن أزمة الكهرباء في لبنان، واعطى تفاصيل متعلقة بالشحنات التي توسط بها لبنان من قبل العراق، من قبل مصر، ومن قبل الجزائر. لكن الذي أثار يعني ملاحظتي هنا هي الأمر المتعلق بالفيول الذي قررت الجزائر منحه للبنان من أجل توليد الطاقة الكهربائية. هنا الوزير وليد فياض قال الكلام، يعني أنا مازال ما فهمتش تفاصيله بشكل أكبر، لأن قال بأن ذلك النفط الذي أو 30,000 طن التي قررت الجزائر إرسالها للبنان لن يجرى استعماله في لبنان، ولكن ستجرى مبادلته من خلال مناقصات وآلية معتمدة مثل تلك التي يعتمدها لبنان مع النفط العراقي. وباش نأكد لكم على الكلام هذا، غادي نشارك معكم الناس تاع يوتيوب هذه الفقرة كما تلاحظون هنا. وزير الطاقة اللبناني يكتب للطاقة عن أزمة الكهرباء، أزمة أسباب التفاقم وحل عاجل. الفقرة الأخيرة المتعلقة بشحنات كما تلاحظون الوقود الجزائرية والعربية إلى لبنان. واش كتب هنا وزير الطاقة اللبناني؟ يأتي الوقود الجزائري بصفته حلا مهما لأزمة الكهرباء في لبنان، ووصول الشحنة من الجزائر ووقتها وحجمها أمر متروك للأشقاء الجزائريين، فهم من يقررون ذلك. والنفط القادم من الجزائر لن يجري استعماله، يعني ما غاديش يستعملوه في لبنان، ولكن ستجرى مبادلته من خلال مناقصات وآلية معتمدة مثل تلك التي يعتمدها لبنان مع النفط العراقي. والحقيقة ليس معروفا بعد إذا كانت شحنة الوقود التي أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية إرسالها والتي يبلغ حجمها 30,000 طن مطابقة للمواصفات التي يستعملها لبنان لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء أم لا. يعني وهنا يقول الوزير اللبناني يجب التنويه إلى أنه بخلاف العراق ومؤخرا الجزائر لا توجد دولة أخرى تقدم الدعم لحل أزمة الكهرباء في لبنان. يعني هنا هو مازال ما عندوش معطيات اسكو هذا كومباتيبل ولا ماشي كومباتيبل، ولكن قال بلي ان الفيول الجزائري، بس شوف كاين سيرتين كونتراديكسيون في الكلام اللي قالوا، يعني الفيول الجزائري لن يتم استعماله، ممكن جدا غادي يعاودوا لها البيع. راكم عارفين لبنان المشكل اللي عنده، ماهوش المؤسسات عنده ماهوش مستقره كما يلزم، لكن الكلام اللي قالوا من خلال هذا المقال الذي نشر في منصه الطاقه هو كلام يعني يطرح العديد من التساؤل حول تلك الشحنة التي أعلنت الجزائر أنها أرسلتها أصلا. هو راه يقول باللي مازال ما على بالناش وقت ترسلتها وين غادي ترسلها، والمواصفات يعني المواصفات نتاع هذا الفيول، هل يعني ما فهمتش أنا إني با كومباتيبل، يعني هل هو ذو جودة أقل، هل يعني ما فهم ما وضحش الأمور هنا الوزير اللبناني بخصوص هذه الشحنة التي كما قلت لكم أن فرنسا تدخلت وأمرت الجزائر من أجل إرسالها إلى لبنان. آخر نقطة في هذا البث المباشر، وغادي نشارك معكم جماعة اليوتيوب الانفوغراف لمنصة الأناضول أو وكالة الأناضول التركية حول ألمانيا اللي هي ثاني أكبر داعمي لأوكرانيا تخفض دعمها. كما تلاحظون الدعم الألماني بمليارات اليوروات منذ سنة 2022 كان في حدود 1.6 مليار، ارتفع إلى 5 مليار أورو سنة 2023، وهذه السنة يعني كان رقم قياسي 7.1 مليار أورو، ثم يعني بدأ يتناقص ابتداء من 2025 إلى غاية 2028. وهذه بعض الأسلحة، يعني الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من ألمانيا، 58 دبابة ليوبارد 1/5 يعني 1A5، و18 دبابة ليوبارد A2، و120 دبابة مشاة مسطحة ماردر. هناك نظام دفاع جوي، منظومة باتريوت، يعني أسلحة جد متطورة حصل عليها الجيش الأوكراني في
مواجهته مع الجيش الروسي مثلما تلاحظون نقلا عن وكالة الأناضول. ألمانيا هي ثاني أكبر داعمي أوكرانيا، وقدمت دعم بقيمة 34 مليار دولار ما بين الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية منذ فبراير 2022. هذه آخر نقطة في البث المباشر بتاع اليوم، أتمنى لكم نهاية يوم سعيدة، ألتقي بكم في بث مباشر آخر.